يا إيزيس يا نعم آسف يا سهير المرشدي يا تلفزيون يا هل هلالك شهر مبارك؟ ربنا يعود علينا وعليكم بكل خير. على فكرة أنا دعوتي بتستجاب وإن شاء الله هنتقابل دايما على خير. طول ما احنا بخير مصر دايما هتبقى بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد إيزيس دور حلم العمر بالنسبة لي وبالنسبة لأي فنان فعلا يتمنى أنه هو يعمل شخصية أسطورية ويلتقي بيها ومعاها مع الناس. احتفاظك بالزي بتاع عزيز ده إيه انت ما اول ما بتلبسي دي بتسموها ايه؟ باروكه؟ لا ده شعري بس انا مسرحاه ومدندشاه بالحركات الفرعونيه. انت صممتي ده مع المصمم بتاع؟ لا 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 لا, لا, لا ده هي الاستاذه سكينه مهندسه الديكور هي اللي عملت كل حاجه. طب انت دايما في اي حفله او اي مكان دايما اشوفك بلبس ايزيس ده؟ انا حسيت ان هو درجه من درجات الوفاء. يعني هو بيبقى جميل قوي لما ترتبط بشيء او مع شيء بنجاح. فاللي حصل ان بقت لسه نجاحها جوايا. وبعدين بحس ان فعلا درجه برضو من درجات الوفاء ان احنا المفروض ان احنا نعرف كتير قوي عن تاريخنا وعن تراثنا. وفي ظل الانتعاشه الثقافيه اللي احنا بنعيشها من حق الاولاد في الشارع انهم يشوفوا تسريحه ايزيس ان في التلفزيون تطلع ايزيس ويتقال ان ده فن فرعوني ويحصل مناقشات. فانا حاسه ان انا بساهم بدا اهو ان الاولاد تتكلم يحصل مناقشات. بس طبعا مش كل الادوار الواحد يلبس لبسها. افرض انت عملتي مثلا افرض ناس عملوا دور ريا وسكينه يعني مش لا ممكن يلبس لبسها بس ما يسلكش مسلكها. فانا احب البس لبس ايزيس ويا ريت اسلك مسلك ايزيس. يا سلام جميل جدا. انت بتسمعي كلمه ايزيس تتقال لك في الشارع؟ ايزيس. ايوه مين بقى؟ هل بتتنطق الجمله دي علشان كرم مطاوع؟ يعني لو كان واحد اخرجها ثاني غير كرم مطاوع انت طاقيه كده بطريقه كرم مطاوع لما اقول ايزيس؟ لا هي اصلها كانت ميوزيكال. يعني ايزيس ما كانتش بتتقال كتير. هي ايزيس كتبت على اللافتات انما في المسرحيه ما كانتش بتتقال. اللافتات اللافتات باللغه العربيه الفصحى. لا كان في حاجه ظريفه قوي. مره برضو وانا رايحه المسرح فلقيت كلاكسات عربيه بتقول نغمه كانت ظريفه قوي والنبي لنهيس تيب الحلوة إيزيس. بجد؟ والله أنا كسفت جدا بس خدت وفاء لحسن. يعني هل إيزيس لو نطقها دلوقتي كرمة طبعا لما بيجي ندهلك يقول لك يا إيزيس بينطقها إزاي؟ يقول لي يا سهير. لا إيزيس من بكرمة طبعا. كلا إيزيس ويقوم عامل ولازم علامتين تعالي. لازم نظرة قبليها كده ثابتة ونظرة بعديها ثابتة تبروز ما بينهما يعني. إيزيس.
إيجيس إيجيس بدون عصبية يا ست البنات قولي لي على شيء وأنا أعمله يقول عليك بنفسك ما أقدر بتطلبي شيء دي معروف لسكافي مش كده؟ ايوه على فكره معروف لسكافي من اوائل المسرحيات اللي انا عملتها. جمله من الجمل الحلوه اللي مش قادره تنسيها معروف لسكافي. اذكر حوار بينك وبين كان عبنا مدبولي؟ لا الاستاذ عبد المنعم ابراهيم والله يرحمها السيده نعيمه وصفي. وكانت بتعمل دور واحده اسمها فاطمه العره. ففاطمه العره طبعا كان بيحصل صدع عند الناس، كل واحد ليه فاطمته العره يعني اللي يطلع فيها همومه فهي الست برضو كانت سيده الله يرحمها، يعني فعلا ممثله عظيمه من الممثلات الكبار اللي انا اتعلمت منهم حاجات كتير. جملتين هو انا كنت ما كل ما اقول بقف بقى وبردح وهي بنت كده عيله فرفوره واسكافيه ومنكوشه وبنت الشارع وبنت الطبيعه وحاجه كده منطلقه بالطول والعرض يعني، فكل ما ابص لها كده اقول لها فاطمه العره طبعا الناس تقع من الضحك واحس ان انا بضحك الناس فكسف على المسرح. اخته انا بسيفه. اختي؟ اختي مين؟ اختك يا اخويا اللي تحت الارض. مش كل واحد له اخت عبيده تحت الارض. مش قلت لك قوم خش الجامع؟ اصل العفاريت ما بتهوبش ناحيه بيوت الله. انا كل حاجه جت سليمه. يلا رجاله شوفوا لنا، يلا نولي لهم المراكيب يا ست البنات. حاضر يا محمد. الله الله جرايه يا اسطى معروف. إيه؟ احنا هنبدي الشغل كده من غير ما نقول الكلمتين بتوع الصبح. ده انا حتى سامع الشغاله جايين هناك اهو. احنا سكافيه صنايعيه بنت التامنه فنيه ودينا كمان اللي شغاله القناة الثالثة دي مفاجأة. خير اللهم اجعله خير. بص بقى انت في رحلتك الطويلة وليست الطويلة جدا انت عملتي ألفتي قطعة نثرية هامة جدا. أيوه. يا ريت تقراها لنا والسادة المشاهدين يسمعوها منك. دايما بعمل خطوط سريعة حوالين الأعمال اللي أنا بعتز بيها سواء إذا كانت مسرح أو تلفزيون، فمن إحدى حتى الورق اللي هو في المفكرة بتاعتي نتجته بسرعة، وأحب ألعب بقى أرسم جمعتين كلهم اللون ألوان أصفر مثلا وألوان أحمر بتاعت بنتي أقعد ألعب معاها يعني، فكونت تكوينة كده معرفش هتعجب الناس ولا لأ، لكن هي المفروض منها زي الفزورة كده مش إحنا في رمضان وفوازير. طب أنت بقى بالمناسبة أنت مش هتقريها قراية بتاعت مطالعة قراءة رشيدة، انت كسهير المرشدي وانت بتقريها بتعبري بالظبط بياخد وشك تعبير الشخصيه اللي انت عملتيها في الحاجه اللي هتقوليها. لما كنا بنات صغيرين بنات في الجامعه وسكني كان في زواء المداء البوستاجي اداني جواب جاي لي من وراء الافق او يمكن من رود الفرج في ليله من ليالي الحصاد جالي جواب من معجب بالمسرح اسمه معروف لسكافي بيحاول يفكرني بالحب في حارتنا حكاية بنت اسمها مرمر حبت واتجوزت أغرب جواز في الدنيا جواز على ورق الطلاق اتحولت
للزوجة التانية، لكنها استحملت من أجل حفنة أولاد. بس يا واد اسكتي اسكتي يا بنت، انت وهي وجعت قلبي من كل الله يا بعدها. وبدأت تتفائل ورجع لها زوجها، وعادت الحياة زي عودة الابن الضال، وجفت دموعها زي أول فيلم ليا جفت الأمطار. رمسيس فهمت حاجة؟ طبعا أكيد بيعجبك وظيفة معينة غير انك تبقى ممثلة مسرح، او في مهنة معينة كنت بتقولي يا لو كان نفسي اشتغل دي، كان نفسك تشتغل ايه؟ كان نفسي ابقى دكتورة. طيب برضو بالكاريكاتير عشان انا هرسمك كنت دكتورة. ايوه بتاخد الوضع بتاع الدكتورة وال في ثانية كده بسرعة. مساء الخير، ازيك؟ كويسة؟ ما شاء الله، لا ده احنا زي الفل النهاردة. كفاية كده. كويس كويس كويس. طب الدكتورة بقى عايزك تبيعي حاجة في حي شعبي. الليمون الحلو، الأضاليا والبنزهير، احنا بتوع كله. الليمون تعالى جرب شوف. انا هشوف الجمله من اللي بتتقال في البيوت العاديه بين اي زوج وزوجته وتقطعها لي بطريقه كرم مطوع لما يجي يقطع الجمل. افرضي مثلا عايز يقول لك يا سهير، انا هقول لك عادي بطريقه انا. ايوه يا سهير لو سمحتي لو حد كلمني في التليفون تقولي له ان انا مثلا خرجت وهرجع بعد ساعه، وقبل ما انزل لو سمحتي ناوليني المسرحيه اللي موجوده عندي جديد. دي جمله طويله قوي يا رمسي. قولي قولي حاجه. لو حد كلمني في تليفون بقولي له ان انا جاي بعد ساعه وناوليني المسرحيه اللي عندي. انطقيها بالظبط، قطعها لي بطريقه كرم مطوع. يسوع لو سمحت لو حد كلمني في تليفون قولي له ان انا في الحته الفلانيه. بجد انا عايز المسرحيه اللي هناك دي. لا 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 لا, لا مش دي، خلي ايوه الثانيه. انت في البيت دلوقتي ما بتيجي تنده على مدام سهير، انت فعلا بتنسى ساعات تقول لها ايزيس؟ لا يمكن اقول لها ازيك، اقول لها ازيك يعني تطلع ايزيس. طب انت بنفس اللحن ده هتنده لها تقول لها يا سهير؟ لا انا اقول لها سهرانه يا سهر. هتعملي كاريكاتير عنك وعن كرم مطوع. ما شاء الله كمان عارفه طبعا الاستاذ كرم مطوع. والله فعلا اسمع عنه على فكره، شخصيه لطيفه قوي قوي قوي. عقبال اولادك ان شاء الله. ايه ده بقى؟ ده يعني ان شاء الله كرم يعني. بس يعني تخيل معايا هتيجي ويد يعني. انت اول حاجه رسمتيها العينين على فكره. لا ازاي انا رسمت ال بس عملت ستريس على العينين برضه. ماشي ماشي ما انا يعني بفكر نفسي بس كده عشان ما انساش حاجه. ادي كرم، اهم حاجه فيه طبعا كرافات. لا ذهنه يعني الافكار اللي هو وازاي الشعر يعني شعر. لا الشعر حاجه ثانيه، انما اللي جوه اللي تحت الشعر يعني. المهم هنا فين اولا المكان هيقدم لنا ايه؟ ده فين المكان ده اولا؟ احنا قاعدين ناكل مثلا. ماشي. وده هو مش باين قوي. ها لا جرسون مثلا. جرسون. ما شاء الله ما شاء جرسون. الله هو كده بالظبط. بس البابيون البابيون المنين ايوه قائمه الطعام. الطعام وبيقدم لنا مناقشات. مناقشات بلاش دي، حول هاملت. أجاممنون. الايه؟ أعمال مسرحية دي كلها. أجاممنون ده نوع من المأكولات. أجاممنون هو تأدبا مش هيقدم لنا إيزيس لأن هروح برضو جاهزة طالعة من المسرح جاية من المسرح. فيعني اللهم صل على النبي وبارك لنا في مين كمان؟ فرافير. الفرافير. فرافير مسلوقة وفي فرافير. أنت كنت معانا؟ في فرافير أومليت. فرافير لا هو كتير قوي. وبعدين في الآخر دي مثلا 57 مسرحية للمناقشة. ده فاتورة يا ريت تمضي الجميلة.
ايه ده سهير؟ ايزيس؟ مين اللي جنب سهير المرشدي؟ عموما لو سمحتلي انا هخلي اللي بيتكلم يقول سهير المرشدي ماشية وجواها ايزيس. اللي على جنب دي حلوة قوي قدام عينيا وبعيد عليا السينما هي احنا الاثنين قدام بعض وبعاد عن بعض بس انا متهيألي انها اقرب من حبل الوريد لو خدت بالها. كل ممثل ليه طريقة بيستقبل بيها التحية. انت معلش ممكن التليغراف اقول يا مالك قلبي بالمعروف تعالوا نحب بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض علشان بالحب وبالتعاون نقدر نعمل كل الخير لينا وليكوا ولبلدنا الحلوه. سهير المرشدي. Thank you.